السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على شركة فاديركو اللي عندها عدة فروع في عدة ولايات، وهي شركة تصدر منتوج نتاع الورقي وال يعني الورق الصحي وكذلك حفاظات الأطفال لكوش بيبي، إذن إلى كثير من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي شركة تعتبر ناجحة. وهنا نشوف المقر الجديد نتاع الشركة هذه اللي يعتبر بتصميم عالمي كما رانا نشوفوا هنايا. رحت شفت الأشغال وين وصلت. هنا نشوف الأشغال راهي مازال ماشية على حسب التصميم هذا، إن شاء الله تكتمل. يعني كانت آجال مقدمة في 2022 لكن تأجلت إلى ما بعد 2022، إن شاء الله تكتمل في المستقبل. والسلام عليكم.